السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إنه أحبكم جميعا في الله. التعديلات اللي حصلت جديدة وجوز الكوكتيل الحبشي اللي احنا لسه منزلين الفيديو بتاعه من شوية، أديكم فكرة كده إزاي جه وإمتى باض وعملنا إيه في باكيزة وزغلول، وليه حطينا الجوز الحبشي مطرح باكيزة وزغلول. أولا الجوز الحبشي ده كان جاي عليه بيضة، خدته حطيته لقيت النتايه باضت، خدت اول بيضه حطيتها جوه العش وحطيت لهم اكل وميه وعطيتهم الامان على اساس النتايه لو حنينه تخش ترقد على البيضه. هو ده اللي حصل بفضل الله، حطيت لها البيضه جوه لقيت الحنايه حنينه دخلت جوه على العش زي ما حضراتكم شايفين كده، وافتح لكم اهو بسم الله ما شاء الله، ولقيت النتايه باضت دي كده تحتها حاليا دلوقتي اربع بيضات تقريبا، مش عارف اربعه او ثلاثه، تقريبا اربعه وما شاء الله لسه بتبيض تاني، وريت حنين النتايه حنينه والذكر حنين ودخلوا رقدوا على البيض زي الفل اكن ده مكانهم من زمان. وهو ده اللي انا كنت بكلم عليه حضراتكم، ان الكوكتيل او الطيور بصفه عامه عامله زي البني ادمين بالظبط، في منها شخصيات، في منها الحنين وفي منها القاسي او في منها العصبي. فسبحان الله الجوز ده حنين، اول ما حطيت له البيضه ان ده دخلت اتعملت اكنه مكانها وبخلت باضت وكملت بيض وزي الفل، يبقى دوت خلال بالظبط يعني 24 ساعه بقى عندي جوز بايض وهو اصلا ما كانش موجود في المكان، تمام؟ فممكن برضو الجوز دوت يحصل السيناريو الثاني، ان انت ممكن تحط البيضه النتايه ما ترقدش عليها ومبطل تبيض، او ممكن تبيض البيض اللي جواها اللي هي اصلا اوريدي معبياه او اوريدي اتخلق جواها وترميه في ارضيه القفص وما ترقدش وتفضل فتره كبيره جدا جدا خايفه من المكان وما ترقدش وما تعملش اي حاجه. فده كان برضو كان وارد، بس بفضل الله الحمد لله الجوز طلع كويس وطلع من النوع الحنين، تمام؟ ده كده بالنسبه للجوز الكوكتيل. طيب في حد دلوقتي هيسالني يا عم ناصر، طيب فين البكيزه وزغلول؟ ما القفص ده كان بتاع بكيزه وزغلول، انت عملت فيهم ايه؟ انا ما عملتش اي حاجه، بكيزه وزغلول ما كانش قابلين بعض، تمام؟ فاضطرينا نغير النتايه علشان نخاطر نشوف استاذ زغلول هيعجبه ايه. فاستاذ زغلول الظاهر عجبه ده، جبت له نتايه لاتيني اهو، استاذ زغلول اهو جبت له نتايه لاتيني وهو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليه يعني اعجب بيها وخدها على طول وحطيتهم في القفص ده، ده قفص تاني خالص بعيد عن القفص التاني اللي هو كان موجود فيه، وجبت له النتايه دي وهو خدها وبداوا كمان يخشوا العش بفضل الله خلال الفتره القصيره دي. طب ليه؟ عشان هو اصلا كان زايف يعني كان هو عايز يتجوز، وفي نفس الوقت النتايه ديت بفضل الله ربنا يسر لي الحال وقدرت اجيب له نتايه كويسه. ادي المكان بتاعهم اللي انا بزورهم ما شاء الله، بداوا يدخلوا يخشوا ويعملوا مكان اهو اللي هي نقره كده يفضوها من النشاره عشان يبداوا ايه يعششوا فيها، تمام؟ ديت كانت اخبار بكيزه وزغلول. وبسم الله ما شاء الله انا كنت عايز برضو اعرف حضراتكم على حاجه مهمه جدا جدا بالذات في الكوكتيل اللاتيني، معلومه ازاي تعرف الذكر والنتايه بمنتهى السهوله. طبعا احنا كنا اتكلمنا على العظميتين اللي عند المخرج، وكنا اتكلمنا على الخدين، وكمان اتكلمنا على الشكل العام بتاع الذكر والشكل العام بتاع النتايه، واتكلمنا على فتحه الرجلين بتاع النتايه تبقى اوسع من الذكر على الموقف او على المكسب، واتكلمنا على الحاجات دي كلها. طيب في النهارده كمان معلومه حلوه جدا انا هقولها لكم، دي المعلومه اللي هي بتاكد اذا كان الجوز ذكر ونتايه يعني ايه بنسبه 99%، تمام؟ هي ايه العلامات دي؟ العلامات ديت بتكون في الكوكتيل اللاتيني او في الحاجات الفواتح. العلامات دي زي السبعه بتاعت الديل، تمام؟ اهي زي ما حضراتكم شايفين كده السبعه بتاعت الديل دي اهي اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي، دي بيبقى فيها تجزيع كده لونه بيبقى اغمق شويه من درجه لون الجسم، يعني هي مثلا لونها مثلا سكري هتلاقي التجزيع فيها باللون الاصفر، تجزيع كده جاي بعرض الريشه ده عامل زي النقط، تمام؟ في الحته في المنطقه اللي هي اسمها المحاره او اللي اسمها السبعه دي اهي، تمام؟ طيب وكمان المنطقه دي، المنطقه دي بيبقى فيها تجزيع كده بعرض الريشه بيبقى لونه اغمق شويه، نقط اغمق شويه من درجه لون الجسم، تمام؟ كمان الريش بتاع الاجنحه لما تيجي تفرد الريش بتاع الجناح بتلاقي فيه نقط صفراء في النتايه بيبقى من اول ريشه لحد اخر ريشه في الجناح كله. في الذكوره بيبقى في بعض انواع الذكوره بيبقى فيها ريش بس ما بيبقاش اخر اربع ريشات ما بيبقاش فيهم، واول اربع ريشات ما بيبقاش فيهم بيبقى فيهم في منطقه النص دي بس الالوان، تمام؟ طب انتوا دلوقتي عايزين حاجه هتشوفوا عليها، تمام؟ همسك لكم دلوقتي انتايه وهوريكم وهطلع كمان بره في الشمس عشان اوريكم النقط اللي انا بكلمكم عليها دي بالتفصيل، تمام؟ دلوقتي رجبت لكم انتايه اهي بره في الشمس عشان تبان التجزيعه بتاعتها. لو حضراتكم تلاحظوا كده اهو هتلاقي السبعه بتاعت الديل من تحت اهي، المنطقه دي فيها تجزيع اهو باين كده، باين في تجزيع اهو باللون الاصفر الغامق،
الريش في الريشه في العرض، تمام؟ يعني الريش فيه نقط في العرض كده لون اصفر، تمام؟ مجزع لون اصفر، تمام؟ باين قوي اهي زي الفل. اي بس بس اي تمام، شايفين النقط الصفرة دي؟ دي التجزئه بتاع النتايه. الدكر ما بيبقاش كده، الدكر بيبقى لون الريش واحد، سواء اصفر سواء ابيض بيبقى لون واحد، ما بيبقاش في التجزئه دي، تمام؟ طيب بالنسبه للجناح هوريكم برضو الجناح، ماشي كده تمام. بصوا بقى بالنسبه للجناح اهو، النتايه بيبقى من اول ريشه لحد اخر ريشه. ادي بصوا اول ريشه اهي، اول ريشه اهي بيبقى فيها النقط الصفراء اهي زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ وتفضل تبص في كل الريش هتلاقي الريش كله فيه نقط صفراء لحد الاخر، تمام؟ تمام ده كده موجود في النتايه. اما الدكوره ما بيبقاش فيها النقط الصفراء دي في اول الريش، بيبقى ممكن موجود في المجموعه دي بس كده، مجموعه الريش دي اللي في النص بس، انما ما بيكونش موجود هنا وما بيكونش موجود في تحت في الديل زي ما احنا وريتكم لحضراتكم من شويه، ما بيكونش فيه التجزئه دي، تمام؟ شايفين الديل اهو، شايف ان السبعه دي اللي انا كنت بتكلم عليها، السبعه دي في تجزئه اهي، لما تمسك الريشه كده الواحده بس اهي، الريشه الواحده اهي تمام، فيها تجزئه اهي. شوف النقط دي اللي هي الخطوط العرضيه كده لونها اصفر من لون الجسم، دي بتبقى الحاجات ديت لما بتلاقيها تبقى دي نتايه بنسبه 90% او اكتر كمان، تمام؟ اما لو كانش موجود ده بيبقى ده ضغط كده. وصلتكم المعلومه بفضل الله. النهارده اتكلمنا على الحاجات الجديده اللي احنا غيرناها، وكلمنا على الجوز بكيزه وزغلول وايه اللي عملناه في زغلول. بكيزه خلاص طلعناها من حياتنا اللي ما كانش راكبه مع الدكر ده، وده وارد جدا ان انت تجيب جوز والجوز ما يبقاش بقابل بعض، وارد جدا لان دي احنا زي ما اتفقنا قلنا دي شخصيات، وممكن هو مش قابلها او هي مش قابلاه، دي حاجه سبحان الله بقى، سبحان الله في يعني ممكن نقول عليها كده بالبلدي كده كميتهم مش راكبه مع بعض، فهي ممكن تديها دكر تاني تتجوزه وهو دي 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 ده نتايه تاني يتجوزها، سبحان الله. هي سبحان الله شخصيات، وسبحان الله كل واحد في حاجه بيبقى فيها اسمها قبول وفي حاجه مش قبول، تمام؟ زي ما احنا قلنا شفنا زغلول اهو بسم الله ما شاء الله اتجوز النتايه اللاتيني دي، وده طبعا افطر كمان في الفرخ، لان انت كل ما تديه حاجه فاتحه كل ما يجيب لك زغليل افتح، والزغليل الافتح في الكوكتيل بتبقى اغلى شويه من الحبشي، تمام؟ زي ما احنا اتفقنا احنا قلنا قبل كده الحبشي ده ارخص انواع الكوكتيل، بس هو ناشط جدا وشغال بفضل الله، وحنين جدا جدا على الزغليل، وحنين جدا جدا على البيض والفروخ بتاعته، تمام؟ زي ما احنا شفنا في اول الفيديو واتكلمنا وقلنا ان الجوز اللي احنا جبناه ما شاء الله هو دلوقتي قاعد جوه البياضه، الذكر والنتايه قاعدين جوه البياضه بيحتضنوا البيض زي الفل بفضل الله، وده ليه؟ عشان هو اصلا جوز حبشي، وجوز الحبشي غالبا بيبقى حنين جدا جدا، وجوز بيحب الزغاليله وبيحب الفروخ بتاعته وبياكلها كويس جدا جدا، والفروخ بتاعته بتطلع كويسه جدا، وعشان كده ان شاء الله باذن الله في الخطه بتاعتنا هنشوف هنجيب حاجات البينو اللي هو كوكتيل الالبينو اللي هو الابيض خالص اللي هو جوز غالي، يعني الجوز يخش له في 2000 جنيه هنجيبه ان شاء الله، ودوت بيبقى التحضين بتاعه سيء وما بيبقاش كويس قوي في التاكيل، فان شاء الله هنعمل ايه؟ هنجيب الجوز ده وهنحضن تحت، هنحضن تحت الجوز الحبشي، يعني هنستخدم الحبشي ده كحضان، هنحضن تحتيه الكوكتيل الالبينو اللي هو الابيض خالص اللي هو الغالي، ان شاء الله لما نجيبه وان شاء الله نحاول نوفق ان هما الاثنين يبيضوا في نفس التوقيت، وناخد البيض بتاع القلبين ونحط تحت بيض الحبشي، والحبشي هيقوم طبعا بدوره وبحنيته وحبه للرقاد على البيض وحبه لاطعام الفروخ بتاعته، هيجيب لنا الفروخ الالبينو صحتها كويسه جدا جدا، عكس الجزء الالبينو الكبير بيبقى مهمل شويه في اولاده، وسبحان الله هي الطفرات الغاليه دايما ما تبقاش حنينه، سبحان الله تحس ان هي عندها ناقصه حاجه، بس احنا بنحاول نجتهد وبنحاول ننمي من الهوايه بتاعتنا عشان نخرج باعلى انتاج، تمام؟ يا رب النهارده اكون قدرت اوضح لكم حاجات كتير بفضل الله بالنسبه للكوكتيل، وان شاء الله الحلقات اللي جايه هيبقى فيها تكات جميله جدا جدا عن الحاجات الفنيه اللي احنا بنعملها في الكوكتيل بالذات، عشان احنا الكوكتيل مظلوم معانا وبقالنا فتره كبيره ما بننزلش عنه فيديوهات، فان شاء الله انتظرونا في اقوى الحلقات بالنسبه للكوكتيل وبالنسبه للعصافير. شايفين العصافير؟ اهو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله الجوز ده حاليا بيبدا يبيض، وهو ده الوقت بتاع الغزل زي ما حضراتكم شايفين كده، ده بياكل النتايه وبيبدا يكسرها عشان خاطر يخصب البيض، وهو ده الوقت بتاع اعطاء الهيسلينيوم اللي انا كنت اتكلمت عليه مرارا وتكرارا، هي حاجه كده لقطه جت بالصدفه فحبيت اوريها لحضراتكم بالنسبه لموضوع العصافير، تمام؟ يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده، ويا رب يكون قدرت توصل لكم المعلومات عن الكوكتيل وعن العصافير، وان احبكم جميعا في الله، وسامحوني في اطاله الفيديو، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.